عليكم. كيف الإخوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حقيقة أرحب بكل الأخوة والزملاء الأعزاء، وأرحب بالمؤسسات الإعلامية العراقية التي تعيش محنة البحث عن الحقيقة. اليوم راح يكون عندي مؤتمر عن الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء اليوم، ومن ثم عندي مشروع أو لقاء مصارحة مع الزملاء لنقل رسالة أو إجابة عن تساؤلات اليوم يحيط بها أو تساءل بها المجتمع العراقي. اليوم عقدنا جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، وتم مناقشة مجموعة مواعيد، ولكن قبلها يوم أمس الحكومة العراقية لأول مرة تقوم بعقد جلسة في تاريخ الحكومات العراقية المتعاقبة من عام 2003 لحد هاللحظة، هي الجلسات لمجلس الجهات الغير مرتبطة بوزارة أو الهيئات المستقلة. هذه الهيئات مع الأسف الشديد في الحكومات السابقة كانت تعاني من التهميش أو عدم الاهتمام، وهي مؤسسات مهمة. فيوم أمس كانت الجلسة الأولى، وستكون هناك جلسات دورية شهرية لاستماع لمطالب هذه الهيئات أو الوزارات غير مرتبطة بوزارة. مجلس الوزراء اليوم ناقش موضوع الاقتراض أو قانون الاقتراض للصوت عليه مجلس النواب الموقر، وكانت هناك مجموعة ملاحظات من السيد وزير المالية والسادة الوزراء ومجلس الوزراء. كنا نتمنى على مجلس النواب بهذا الظرف الاستثنائي الصعب الورقة التي قدمت حكومة أن تحصل على الدعم، ولكن مع الأسف بعض الإخوان ولهم الحق أن يجتهدوا واجتهدوا، ولكن تمثل هذا الاجتهاد بحذف الكثير من الفقرات التي تطلبها الوزارات لكي تقوم بتوفير خدمات للمواطنين، محاولة إيجاد تدليل بعض العقبات في أمور تخص إدارة البلد. وهناك فقرات مع الأسف الشديد تم إضافتها ستوفر أو ظرف صعب للحكومة أن تلتزم بها بهذا الظرف. مع كل هذا نشكر الإخوان في مجلس النواب على إقرارهم هذا القانون مع كل الملاحظات التي تمت عن طريق حذف بعض فقرات أو إضافة فقرات. مجلس الوزراء اليوم كان مهتم بالوضع الصحي، ولدينا فقرة مخصصة بمستجدات وباء كورونا واللقاح الجديد الذي تم تداوله في وسائل الإعلام في العالم، فسوف نعمل بكل جد لتوفير هذا اللقاح بأسرع وقت. وبالخصوص اللجنة العليا للصحة والسلامة أقرت قيام العراق باتفاق مع اتحاد جافا لكي يتم حجز حصة العراق من هذا اللقاح. مجلس الوزراء صوت اليوم كذلك على تأجيل التعداد السكاني الذي كان مقرر نهاية عام 2020 من خلال إلغاء الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء 108 عام 2019، ويحدد موعد جديد لإجراء التعداد السكاني والمساكن وفق أحكام القانون. مجلس الوزراء اليوم كذلك صوت على مشاريع القوانين المهمة التي يضمن حقوق التقاعدين من يعمل خارج القطاع الحكومي. واحدة من مشاكلنا في العراق اليوم هي القطاع الخاص. شوف المواطنين في كل مكان يبحث عن وظيفة في الدولة، لأن القطاع الخاص لم يوفر له ظروف تحفظ كرامته عندما يخلص العقد مالته أو يحال للتقاعد. فدائما شوف المواطن يبحث عن وظيفة في الدولة، مع أن ظروف العمل في القطاع الخاص قد تكون البدل يكون أفضل الحكومة، لكن ما زلنا نرى المواطن يبحث عن الحكومة. اليوم قررنا قانون مهم، مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وحالته لمجلس النواب، ونؤكد سوف تسعى الحكومة لتحقيق هذا الإنجاز الكبير. هذا إنجاز مهم، القطاع الخاص تتوفر له ظروف نفس ظروف الموظف في الدولة، في السكن، في الضمان، في التقاعد، وفي الضمان الصحي. كذلك خلال اليومين الماضية كانت هناك مجموعة اجتماعات مع الاجتماعات مع الرئاسات الثلاث بحضور السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى والمفوضين لتدليل كل العقبات أمام مفوض انتخابات للوصول إلى ظروف طبيعية
ولتوفير الإمكانات المفضلة تقوم بواجبها لإنجاح انتخابات مبكرة نزيهة عادلة تعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي. الموعد كما تعرفون حددناه، أرجع أذكركم به، 6 حزيران 2021، هذا التاريخ أعلنا عليه، ومجلس النواب الموقر أقر قانون الانتخابات، والآن نعمل على تذليل كل الظروف. واليوم مجلس الوزراء أقر فقرتين مهمة لصالح المفوضية. الأولى، عندما تم قانون الإقراض اكتشفنا أنه مفوضية الانتخابات أول المتضررين من هذا قانون الإقراض، بمعنى أن التمويل توقف عن المفوضية، بالنتيجة معناتها ماكو انتخابات. قانون الإقراض مع الأسف الشديد لم يضع في باله هذه الفقرة، والمفوضية اليوم في وضع حرج، اليوم في مجلس وزراء، وخلال عمل دؤوب مكوكي يوم أمس واليوم توصلنا إلى فقرة تقديم قانون تمويل مفوضة الانتخابات لكي تمول نفسها. وبالفعل صوت مجلس وزراء اليوم تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، وحالتي لمجلس النواب الموقر إسناد الأحكام المادتين 61 أولاً و 80 ثانياً من الدستور. والتوضيح، فإن عدم تخصيص مال المفوضية ستكون المفوضية في وضع حرج. والآن صوت مجلس الوزراء، سوف يرسل القانون غداً إلى مجلس النواب للتصويت عليه بأسرع وقت لكي يكون المفوضية متحررة من أي قضية مستقبلية فيما يخص التمويل. التمويل يشمل عام 2019 والعفو 2020 وعام 2021 لحد ما تنتهي الانتخابات. وكذلك لدعم المفوضية هناك ديون مترتبة على المفوضية لصالح وزارة التجارة، هي بدلات إيجار للمخازن منذ العام 2008 لحد غاية نهاية 2020، مبالغ كبيرة. صوت مجلس الوزراء اليوم لإطفاء هذه الديون لصالح المفوضية. وفي إطار اهتمام الحكومة اليوم كان هناك قرار لمعالجة الفساد، يجب أن تكون هناك أنظمة إلكترونية تتحكم بالجمارك والضرائب. اليوم هم صوت مجلس الوزراء لدعم السيد وزير المالية وتخويله بتوقيع مجموعة عقود لتوفير الأتمتة للجمارك. هذا الموضوع نتكلم به منذ 10 سنوات أو أكثر، بس نسمع به وما يصير. العقود التي قدمت بالأرقام ذكرت كانت أرقام خيالية. هذه العقود تتكلم عن الحد الأدنى، عن الحد الأدنى أكو أرقام أخرى أقل عن العقود بحدود 50 إلى 60 مليون. فيما يخص توفير الطاقة الكهربائية، تم اليوم دعم مجلس الوزراء قرارين متعلقين بدعم الصيانة لشركة سيمنز لتمويل مشاريع تنفيذ وإكمال الوحدات الحرارية والتجهيز والإشراف على 32 وحدة تبريد أخرى قد نوفر الحد الأدنى من مطالبات المواطن. موضوع الكهرباء ما يخفى عليكم، موضوع مهم جداً ويخص حياة المواطن اليومية. أخوان، أتكلم وياكم بكل صراحة، أنتم وسائل الإعلام كما ذكرت قبل قليل تعيشون محنة البحث عن الحقيقة. هذه الحكومة اليوم عمرها 164 يوم أي حكومة في العالم تحتاج بالوضع الطبيعي 6 أشهر حتى تستقر، لكن هذه الحكومة منذ اليوم الأول تتعرض لاتهامات وأكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان. والسياسة التي تبعها الحكومة هي سياسة الصمت. العراق بلد عظيم بتاريخه بثرواته بأبنائه بشعبه ما يتحمل مناكفات سياسية، والناس تعيش في كثير من الأحيان حالات إحباط. الإحباط ما يصنع مستقبل، الأمل والضحكة هي تصنع المستقبل. هالسبب أنا تكفلت على نفسي أن لا أرد على كل المظالم أتعرض لها كرئيس وزراء وكحكومة لكي نكسب المستقبل ونعطي إحساس بالأمل للمواطنين. ولكن أقولها بكل صراحة، الأكاذيب ما زالت مستمرة، وهذه حكومة عمرها 164 يوم مطلوب منعتها أن تصنع المعجزات. أفهم سقف المواطنين بهذه الحكومة كبير وحقهم، لأن شافوا حكومات سابقة لن تقوم بالواجب، احتقدت هذه الحكومة مستقلة، وهناك خيبة أمل من بعض الأطراف تعتقد أن الحكومة تستطيع بظروف كورونا
بانهيار أسعار النفط، بالأزمة الاقتصادية العالمية، وبتحديات أمنية والفساد أن تصنع المعجزات. نعم، من حق المواطن أن أتفهم، ولكن تتحقق نجاح أو شروط النجاح عندما يكون هناك تعاون الجميع، ولكن ليس بالأكاذيب. أنا حقيقة أفكر أشوف هاي الجيوش الإلكترونية، السوشيال ميديا، بعض المحطات ملتهية من الصبح لليل، كل خطوة أمل بهذه الحكومة تحاول تسخفها أو تحاول تنهي من أدها. والله أصلاً أقول هاي الفلوس يصرفوها على السوشيال ميديا وعلى المواقع الإلكترونية وعلى بعض الأقلام مع الأسف الشديد، ليصرفوها على تصحيح صورتهم لمن كانوا يحكمون البلد أفضل، يصرفوها على النيل من رئيس وزراء وحكومته، رجل مستقل يحاول يبني، يحاول جاد أن يكون خادم للشعب. العراقيين يستحقون من عندنا عيوننا، لأن عانوا الكثير فيستحق فرصة أفضل. فأقول لهؤلاء الناس، بدلاً من صرفون هذه المبالغ الهائلة على الجيوش الإلكترونية وتشويه الصور، أقول لكم بكل صراحة، أعملوا على تصحيح صورتكم عند الناس. وإذا صرفوا هذه الفلوس صرفوها وتذكروا ليش ما بلدتوا شارع، ليش ما بنيتوا جسر، ليش ما بنيتوا مدرسة. أنا ذهبت إلى العمارة والناصرية وأقولها بكل صراحة، إذا بينكم أحد بالناصرية العمارة خلي أكد لي، والله العظيم هذه المدن تبكي الحجر، عدم وجود خدمات على مدى 17 سنة، شارع مبلط بالناصرية ماكو، مستوصف ماكو، مدرسة ماكو، مدارس تم تشخيص حاجة بعض المدن منذ أكثر من 15 سنة حتى مدرسة واحدة ما بيها، مستشفيات ماكو، والمستشفى التركي كلكم سامعين به، نسمع به صار سنين بس ماكو، وبعض المشاريع تتحول إلى مشاريع اندثار. ليش؟ سوء التخطيط والمحسوبية والفساد هو السبب. الآن سوف نعمل على افتتاح المستشفيات وتبديل العقبات خلال فترة قصيرة، وأنا قلت خلال هذه الفترة مستشفى كربلاء افتتحناه، مستشفى النجف افتتحناه، وكان في تحديات ولكن تم حلها بخطوات بسيطة. وكذلك خلال زيارتي للناصرية حقيقة ذهلت بحجم المأساة في الناصرية. هاي مدينة أور، سومر، تاريخ العراق كله يتغنى بها، مدينة بائسة وشعب مظلوم. والآن عندما نقوم بخطوات إصلاح في هذه المدن، هناك من يحاول عرقلتها، والحمد لله شكر في أقل من شهر عندنا 3 مشاريع، 4 في الناصرية أنجزناها، وسوف ننجزها في كل مدننا الحبيبة، في البصرة، في المثنى، في الأنبار، وفي صلاح الدين. البعض يتكلم عن أكاذيب ويحولها إلى حقائق، أول كذبة. ويؤسفني أقول بعض الناس المتعلمين يصدقون هذه الكاذبة وتناولوها، كذبة اتفاقية الصينية، لأن الحكومة العراقية ألغت اتفاقية. أكو اتفاقية أول؟ ليش تضحك على الناس؟ هي عبارة عن مذكرات تفاهم، ولم نلغيها، وإنما متمسكين بكل مذكرات تفاهم مع الأصدقاء في الصين، لم يتم إلغاء أي اتفاقية. عندي بعض الوثائق راويها لكم حتى تعرفون حجم الأكاذيب. هذه هي الاتفاقية الصينية، تم توقيعها في عام يوم 11 آيار 2018، هذا التاريخ، في زمن حكومة الدكتور العبادي، وعبارة عن مذكرات واتفاق وليس اتفاقية. اتفاقية ايش تحتاج؟ تحتاج في البرلمان. هذه اتفاقيات استراتيجية مهمة لخدمة العراق مع كل ظروفنا الصعبة، وانهيار أسعار النفط والتزامنا باتفاقية أوبك بلس، ما زال الصندوق بين فترة وأخرى، صندوق العراق الصيني، يحصل على أموال لدعم مذكرات تفاهم مع الصين. هذه موجودة وموقعها عن الجانب العراقي وكيل وزير المالية السابق الأستاذ ماهر، الآن هو وكيل وزير التخطيط.
فالحديث عن إلغاء اتفاقيات حقيقة شيء يؤسف إلى أنه البعض يحاول ينقل أكاذيب عن إلغاء اتفاقيات، والدليل على ذلك عدم الإلغاء. أي مذكرة تفاهم صارنا أسبوعين ثلاثة أو أكثر نتناقش مع الأمانة في مجلس الوزراء، وزارة الإسكان والمؤسسات الشارية الهندسية لتنفيذ مشروع 100 مدرسة في عموم العراق ضمن مذكرات تفاهم مع الصين. هذه موجودة، لم يتم إلغاء أي مذكرة تفاهم أو أي اتفاق مع الجانب الصيني. الجيوش الإلكترونية العبثيين الذين يحاولون أن يلعبوا بضمان العراقيين، نقول عيب. العراق لا يتحمل اللعب بالنار، العراق يحتاج صبر ويحتاج بناء. هذا العراق الكبير أهم من عندنا كليتنا. رسالتي لإخواني أشقائي السياسيين الإعلاميين، خلنا ننقل حقيقة، ننقل حقيقة لا ننقل أكاذيب للناس. الفرق بيني وبين الآخرين، أنا ما عندي جيوش إلكترونية ولا مؤمن بجيوش إلكترونية، لأن أعرف الجيوش الإلكترونية والسوشيال ميديا هي أزمة أخلاقية في كل دول العالم ليس في العراق. ولهسه بالفيك نيوز أكو حوار جدي بالأنظمة بالعالم كلها شلون نوقفها، ولكن في العراق عدم وجود بوابات وعدم وجود قوانين معينة تحمي المواطن. دائما الخبر الكاذب ينال على إعجاب وتواصل، فموضوع اتفاقية غير موجود، إلغاء أي اتفاقية مع الصين أبدا. واللي يقول لا غير اتفاقية قال يقول هو اتفاقية تم توقيعها في زمن الدكتور العبادي، والنقاش بها قبل التاريخ بهواية بشهر الثاني. وهذا عندي كتاب ومقع السيد مدير مكتب الدكتور العبادي منذ فترة في يوم 12 شباط، فموجود أخوان، لن نخلي أحد ينقل. عفوا 8/2 هياته، هذا موجود قدامكم، شوفوا المقع الدكتور أياد حسين عبيد مدير مكتب الدكتور حيدر العبادي. فالاتفاقية الصينية ما لها علاقة بالحكومة السابقة، لها علاقة بحكومة الدكتور العبادي، وأعرف تفاصيلها كلها لأن أحد ناقل رسائل. الكذبة الثانية الاستعمار السعودي. الثقبة الثانية الاستعمار السعودي، والله العظيم عيب العراقي يقبل استعمار. العراقيين معروفين، أجدادنا ب23 مشهود لهم، وعيب على العراقي يقبل يكون استعمار في بلده. عندنا الاستعمار الإنجليزي عند تجربة العراق، كل الأجانب العراق لهم تجربة، العراقي لا يقبل الضيب ولا يقبل أجنبي يتحكم به، فكيف نقبل باستعمار؟ الاستثمار تحول إلى استعمار، إيجاد فرص لأبنائنا بمئات الآلاف من فرص العمل عن طريق الاستثمار يتحول إلى استعمار. المستثمر يجيب فلوسه ومشكور، المطلوب يوفر له بيئة تحميه مو نبتزه. السعودية اليوم واحدة من أغنى 5 دول بالعالم، تحط استثماراتها بالعراق أصبح عيب. كل الحكومات السابقة ذهبت إلى السعودية، تفاضل السعودية من زمن دكتور حيدر العبادي، وقبلها أول زيارة السيد المالكي ذهب إلى السعودية، ودكتور عادل ذهب إلى السعودية، ولكن ظروف كورونا منعتنا من الذهاب إلى السعودية. ولكن اتفاقيات مذكرات تفاهم عديدة وقعنا ويا السعودية لخدمة بلدنا. معقول دولة غنية جار العراق أقول لا تستثمر؟ لا، خلي يستثمرون، هذا بلد مفتوح لكل استثمار يخدم العراقي، أي شيء يخدم العراق أهلا وسهلا فيه في العراق. أقول بكل صراحة العراقي لا يسلم أرضا للغرباء. اللعب أو التحايل بالكلمات رجاء مو وقتها، ولا الانتخابات، تخلص انتخابات نزيهة عادلة وبعدين خلي ننقد صور غير دقيقة للمواطنين. أرجع أقول السعودية عندها استثمارات في الزراعة في كندا، أرجنتين، برازيل،
وهذا استثمار تشكل من زراعة بعض المقاطعات 50 أو 80%. ليش ما يكون استعمار؟ بس عندنا صار استعمار. مع كل هذا هذه قد توفر فرص عمل لشبابنا العاطل اليوم الظاهر يبحث عن فرصة عمل. ليش؟ أذكر من يدعي هذه الدعاة كاذبة من أي طرف. بالعمارة رحت للهور، امرأة كبيرة تقول يوم منطيني 50,000 دينار. 50,000 شنو؟ قالت 50 حتى أعيش، عندي 3 ولد شهداء. الله أكبر، هاي ما وضعت فرصة لابنها يتحول فرصة العمل إلى استعمار، ولكن كرامتها وشرفها ما حد ما يسأل عليها. ليش؟ هاي ممكن تكون أمي أمكم. أنا خلافي أو أختف عن الطبقة السياسية ما عندي شيء، اللي بقلبي أحكي لأن ما عندي مشروع سياسي، جاي مكلفين بقضية تنفيذية أوصل هدف رئيس انتخابات مبكرة، وأنا لا أستطيع أن ألعب على ضميري، فقط أخاف من الله سبحانه وتعالى ومن ضميري. كرامة الناس عندي أهم من أي شيء، بدون كرامة الناس كرامتي تكون مجروحة. الكذبة الأخرى، كذبة ثالثة الرابعة، مشروع الفاو. رئيس الوزراء وقف مشروع الفاو. أخوان بشرفكم كلكم سياسيين ومتابعين وإعلاميين، إيش مشروع الفاو نسمع به صار لنا 12 سنة وين بين بسنتين؟ زين وين المشروع اللي وقفناه؟ وين العقد اللي وقعتوه حتى احنا وقفناه؟ أسألكم سؤال، وين مشروع الفاو؟ مشروع الفاو مشروع استراتيجي مهم للعراق، وسوف توقع هذه الحكومة عقد مع الشركة لتنفيذ مشروع الفاو. هذا وعد، ما أنطي وعود. أنا وقلت من اليوم الأول هذه حكومة أفعال، ولهالسبب كل ما تعرض إلى ضغوط واتهامات أسكت لسبب واحد، أقول العراق يستحق والعراقيين يستحقون، نتحمل الوجع مو مشكلة، عيوننا وقلبنا كل العراق والعراقيين بكل أطيافهم بدون استثناء. لولا العراقيين كرامتنا بالصفر، فما أدخل مزايدات ولا شعارات. مشروع الفاو اللي تتكلمون به والتاجرون به والضحكون على الناس البسطاء وينه؟ 12 سنة ليش منفذتوا؟ يلا واتحداكم إذا أحد يندل وين صار الأرض مال ميناء الفاو من دول يحشون به. أنا ذهبت للبصرة لحد هذه اللحظة 4 زيارات، يوم 16 وزارة لحد هذه اللحظة، آخرها قبل أسبوعين، وذهبت مع فريق عمل إلى الفاو وشفنا الأرض وشفنا الشركة حتى نعرف شنو الظروف، حتى بروح على بعيني. دزيت على الشركة بهذا القصر بحضور وزير النقل، قلت المشروع يجب النفذة. الشركة قالوا احنا اتفاقنا نسوي 14 متر الغطاس. لسألت الخبراء أكبر باخرة بالعالم ايش قد تحتاج؟ قال تحتاج بين 18 إلى 20 متر غطاس. فقلنا من الشركة ايش قد تسوون؟ قال نقدر نسوي لكم 19 بس تنحسب إضافات. نعم. وطلبنا معهم يسوون لنا غطاس 19 فارز 8. وكان هناك خلاف بين الشركة ووزارة النقل، مو اختصاصي أدخلاني. دعيت على سيد وزير النفط، العفو وزير النقل، وكذلك فريق عمله ومع الشركة الكورية، وقعدنا وذللنا كل عقبات للوصول إلى اتفاق. وذكر وزير النقل أمامكم أمام الإعلام أن يقدم بأسع وقت إلى مجلس الوزراء لتنفيذ هذا الاتفاق، اتفاق تاريخي دخلنا به خلال شهر ونص نوصل اتفاق، ما أبقى أحكي به 10 سنين 12 سنة. ميناء الفاو ميناء الفاو، هذه كذبة أخرى أقولها بكل صراحة. نعمل كذلك، هذه الحكومة مع تأسيس هدف مركزي، وأنا الحكومة جت لهدف مركزي واحد، هدفين واضحة قدامكم في اجتماعك السياسي وياي بالبرلمان، البرنامج الحكومي انتخابات مبكرة نزيهة عادلة، والتزمنا كل الظروف الصعبة والتحديات قاعد يوفر مفوضية، كل التحديات وعد اجتماعات شبه يومية مع المفوضية رئيس المفوضية وأعضاء المفوضية. رباحة عندي كان اجتماعين وياهم، قبل كان عندي اجتماع لتحدي الوقت والزمن اللي حددناه
يوم 6 حزيران 2021 يجب أن تكون انتخابات نزيهة عادلة. هذا هو هدفي وضع تحت خط انتخابات مبكرة 1000 خط، مو خط واحد. في السابق كان يقول رئيس وزراء ما يسوي انتخابات، يبقى العام 2023 و2022 وعنده مؤامرة حتى يسيطر ويأسس له مجموعة ويأسس له حزب، ومستحيل يسوي انتخابات. سويت انتخابات قالوا ها مبكرة، ها طلعت صدق. فأقول لكم أذكركم انتخابات مبكرة هي أولوية الحكومة توفير ظروف ومستلزماتها، ولهذا السبب عندنا اجتماع شبه يومي، فريق عمل وياه يشتغل، لجنة الأمنية، وكذلك موضوع توفير كل مستلزماتها. وقلت لكم اليوم قرارين تاريخية، إطفاء ديون المفوضية حتى ما تعرض لضغوط مالية، وموازنة خاصة بالانتخابات حتى تكون متحررة من أي ضغوط. الآن قانون الاقتراض قطع واصل كثير من الأشياء بالحكومة، ما راح أتكلم عليها، وأقولها بكل صراحة، كنت أتمنى على الإخوان بالبرلمان الخلافات السياسية تنعكس على قوة الشعب، كان كردي عربي. نعم أكو قد تكون أخطاء وقد تكون أشياء في العلاقة بين بغداد والأقدين، لكن أرجو عندنا متاجرة بقوة الشعب، لأن اليوم إحنا شاكس بعض ما شاكسون هم برواتبنا. المواطن لا يتحمل أخطاء السياسيين أبدا، كان من يكون هذا السياسي يجب أن يتحرر المواطن، لتكون رواتب مادة الابتزاز، حرام. على كل حال نحن كذلك نقول الإقليم يجب أن يقوم بخطوات اتجاه تصحيح كثير من المسارات التي ما نجحت في السابق. إحنا نجحنا، خلال مفاوضات قريبة ماضية صارت بيننا وبين الإقليم، واتفقنا على دفع مبالغ بسيطة حد إقرار موازنة عام 2021 اللي راح نقدمها بعد أقل من شهر. من الكتل السياسية تعمل بكل جد بحل كل العقبات عن طريق التفاوض السياسي بين الكتل، وهذا حق طبيعي للكتل السياسية أن تتدخل وتحط أشياء بالموازنة، ولكن وفق مصلحة العراق. أحذر من قصة المواطن العراقي، إذا موازنة عام 2021 لم تقر ستواجهنا مشكلة رواتب بالشهر الواحد من السنة. ليقول الحكومة ما دفعت، من هسه واضحة الأمور، حكومة مستعدة توفر، ولكن الموازنة يجب أن تتوفر ويتم التصويت عليها. ماكو دولة بالعالم تمر سنة ماكو موازنة، هاي ما صار، بأفشل دولة بالعالم ما صار. إحنا صار بس عندنا بالعراق مرتين، العام الماضي وبالسنين الماضية، حكومة تمشي وتعبر بدون موازنة، شلون تصرف؟ شلون تبني؟ شلون غطاء قانوني يتوفر؟ مع كل هذا أرجع أقول أتمنى على الإخوان في البرلمان الكتل السياسية الحكومة نتعاون جميعا والقطاعات الشعبية كذلك لإقرار موازنة عام 2021 حتى لا نحط المواطن في وضع صعب. الوضع الاقتصادي قدمنا ورقة إصلاح، الورقة البيضاء بقانون الاقتراض تم انتقاص بعض المبالغ راح تحرمنا من تطبيق الورقة البيضاء اللي هي عملية إصلاح طويلة 3 سنين 4 سنين، نتائج المواطن يتمسك بها. وأول شيء صار اليوم في قانون التقاعد، شلون نحمي المواطن بالقطاع الخاص؟ كل مواطن يذهب إلى الدولة لأن يعتقد الدولة تحميه، والقطاع الخاص هو اللي يبني الدولة، يجب أن نحمي موظفي القطاع الخاص. أتمنى من الأخوان في البرلمان أن يتم التعاون في قضية إقرار موازنة عام 2021، وهذه أولوية بالحكومة، هتكون موازنة 2021 وستكون جاهزة قريبا. قلنا أن البطاقة البيومترية هي شرط أساس انتخابات، سوف نعمل عليها وتوفيرها بس على وقت، وعدنا خطة وقاعد نعمل عليها وإن شاء الله ننجح في هذا الموضوع. توفير أمن الانتخابات بدينا به، وأضفنا بعض الأطراف جيش عراقي البطل إلى اللجنة الأمنية، أكو ثقة كبيرة بالجيش العراقي ومؤسسة مهنية تنضاف إلى أجهزتنا الأخرى الأمنية في اللجنة الأمنية لتوفير
الأمن الانتخابي. كثير من النقاط بالمنهاج الحكومي وفرناها، التزمنا بها، وحققنا أكثر من 70% من برنامج حكومي خلال 164 يوم بظروف صعبة استثنائية. وحقيقة حي فريق العمل، هالحكومة أغلب وزرائها وأبناء الوزارات، فكان قضية إجراءاتهم شوية أسهل. نعم أكو مشاكل أكو معاناة، بس لأنه أبناء الوزارة يعرفون المشاكل أحسن من غيرهم، نجحوا خلال وقت قصير يتجاوزون كثير من الأزمات. أرجع إلى جزء من أهمية هذه الحكومة من دورها، هي جاء أحد كورونا وهي جاءها تحدي لكل دول العالم، والآن نعمل بكل جد ووقعنا اتفاقيات مع منظمة الصحة الدولية ومع الاتحاد لتوفير اللقاح في أسرع وقت للشعب العراقي، ودفعنا بعض التزاماتنا في بداية عام 2020 وقبل مجيئي لرئاسة الوزراء. كان عندنا في المستشفيات بحدود 42-45 سرير، اليوم عندنا 57,000 سرير في مستشفياتنا، وعندنا قدرة. اليوم كان عندنا نقاش كيف نفتح مستشفى الناصرية والعمارة والبصرة، انتقل الرقم من 45,000 سرير إلى 57,000 سرير. عندما جت اكتمال الحكومة يوم 6 حزيران من عام 2020، كان عندنا في عموم العراق جهاز التنفس في عموم العراق 700 جهاز، تعرفون هذا جهاز مهم للمصابين بكورونا. اليوم عندنا الحمد لله والشكر 4,000 جهاز، الرقم صعد. نسبة الوفيات في الشهر السادس أو في الشهر السابع كانت عندنا توصل نسبة الوفاة إلى 4.2، اليوم الحمد لله والشكر نسبة الوفيات عندنا 2.2، ونتمنى هذا الرقم ينزل إن شاء الله. عدد المختبرات في عموم العراق كان عندنا ثلاث مختبرات في عموم العراق لفحص كورونا، اليوم عندنا 50 مختبر، والفحوصات في تصاعد كبير عندنا يوميا. لا أقول الأمور بخير، ولكن سوف نعمل بكل جد لتوفير أقصى ما يمكن توفيره إلى المواطنين. السلاح منفلت، هناك خوف من المواطنين من السلاح، وعندنا 4 أنواع سلاح. عندنا سلاح يقع ضمن مجموعة جماعات خارج سيطرة الدولة، وعندنا سلاح لعصابات الجريمة المنظمة والمخدرات، وعندنا سلاح عند بعض العشائر، وعندنا الإرهاب وداعش. هذه الحكومة أخذت عاتقها بمتابعة السلاح منفلت، وأقول بكل صراحة القضية معقدة، تم تأسيسها خلال فترة 17 سنة تنتهي بيوم وضحى، تحتاج شغل وتحتاج حوار. وأقولها بكل صراحة في أحد حواراتنا مع كثير من الجماعات، هناك تعاون وهناك تفاهم لضبط السلاح وتسليمه إلى الدولة، ولكن أبقى أقول هناك جماعات الجريمة المنظمة، نعمل بكل قسوة لمتابعتها وحد لها حد. تذكرون منطقة البتاوين قبل أشهر شلون صارت؟ شوفوها هسه أفضل، نسبة المخدرات بها قلت، عصابات الجريمة قلت، وهناك عندنا مئات العمليات لمحاربة متابعة السلاح الموجود بيد الجماعات الإرهابية داعش، ونقوم بعمليات شبه يومية في صلاح الدين الأنبار وديالة وكركوك، وهناك تعرضات من هذه الجماعات على قواتنا البطلة ولكن يتم معالجتها. لكن نسبة العمليات فيه هي أعلى نسبة لمطاردة فدول داعش الإرهابي. كما ذكرت لكم قبل قليل، العراق أو الحكومة التزمت بعملية إصلاح عن طريق الورقة البيضاء، وهي ورقة حقيقة يجب أن تدعم من قبل الكتل السياسية والقطاعات الشعبية. ورقة إصلاح تخلصنا من أزمات النفط، هي اعتماد على النفط هي أساسة الكسلان. ما معقول النفط احنا نبدي كل اعتمادنا على النفط، العراق عين الزراعة عين التجارة عين الصناعة، ليش بس على النفط؟ هاي السياسة شفتوها قد كارثية كانت علينا، وما قدمت لنا شيء غير مشاكل.
فعلا عندنا اعتماد على التجارة والزراعة والصناعة، مشاكلنا أقل، أرباحنا أكثر. فهناك عملية إصلاح حقيقية عن طريق الورقة البيضاء، ونالت استحسان ورضاء المجتمع الدولي، البنك الدولي والكل دول العالم. بل هنا سوف يدعمون ورقة عن طريق القروض بدون فوائد أو مشاريع استثمار أو دعم. في كل زيارات الخارجية إلى أوروبا كان هناك وضوح دعم حقيقي من هذه الدول للورقة البيضاء. قالوا قريناها شفناها، وكل خبراء نصحوا بها أنها ورقة ممكن تكون حل لمشاكل الإصلاح الاقتصادي. لما يجي موضوع الإقراض، طبعا بعض بين الحكومة قاعدة تداين، لا ما متداينين، احنا اقتراض. الفرق بين قرض واقتراض، انا سنة اقتراض، وهي عندما توفر السيولة رجعها مباشرة للطرف اللي اقترضنا منها حتى تدفع الرواتب. فهذا الموضوع حبيته واضحة، وهي جزء أهم من الحملة للتشويه بعض الحقائق. وتعرفون كل دول العالم عندما تمر بظروف صعبة تلجأ إلى الاحتياط، إلى القروض، إلى الاقتراض. هذا وضع طبيعي في العملية السياسية أو في إدارة الاقتصاد. وكل الحكومات السابقة كانت تقترض في وقت الحاجة، بس الحكومة ما تقترض صارت عندنا مشكلة، راح يوقع الاقتصاد. في العراق أصلا ما أكو اقتصاد، احنا عندنا سياسة مالية، والحسب من صار جهة كورونا دول العالم انهارت. احنا ماشيين لأنه نفوسنا الطيبة، واحد يساعدنا الآخر، مشت الأمور. فمع كل هذا أعتقد عندنا فرصة لتجاوز ما عن طريق الاقتصاد، وضع الاقتصادي عن طريق الورقة البيضاء. أقول كذلك أتمنى على آخرين لي نقطة صورة غير حقيقية، هم كذبة أخرى أن الحكومة هي عطلت الرواتب. لا والله ما عطلنا رواتب، ولا يحس في قلبي تعطى رواتب، ولكن موازنة ماكو. قدمنا موازنة من 2020، أخوان بعض أخوان بالبرلمان قال لا تقدموها، ما تمشي، قدموا قانون الاقتراض أو العجز المالي، قدمناها. فردنا نتحرر، مع الأسف هذا ما حصل. أقول مرة ثانية فيما يخص الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، عندنا خيارين، أما البيع عن تريات ونروح إلى صدام، أو نحصل على نتائج. خلينا نختار. فكرنا سياستنا تكون سياسة صامتة، سياسة هادئة دبلوماسية لتدليل عقبات، ودخلنا في حوار استراتيجي في قضية وجود الأجنبي في العراق وبالخصوص وجود الأمريكي. ودخلنا في حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل سفري إلى أمريكا، ووصلنا إلى مبدأ إعادة الانتشار خارج العراق، ليس داخل، خارج العراق يعني انسحاب. وذهبت إلى واشنطن والتقيت بالرئيس الأمريكي، وابدينا الجولة الثانية من الحوار، ووصلنا اتفاق جيد وممتاز كلكم سمعتوه. الحوار ركز على ثلاث نقاط حصلها العراق لم تحصل أي حكومة عراقية سابقة، وهو إعادة الانتشار خارج العراق يعني انسحاب، الخروج من القواعد العراقية، ومن ثم تشكيل لجنة فنية لإعادة إجراءات الانتشار خارج العراق. وخلال وجودي أعلن الرئيس الأمريكي بكل وضوح سوف ننسحب من العراق خلال فترة أقصى 3 سنوات. كل كتل السياسية طالبني قبل سفري، بس خلي عنون وقت ما يهمنا، 5 سنين 6 سنين سنة مو عندنا مشكلة، بس انسحاب. أعلن الرئيس الأمريكي الإعلان عن الانسحاب، سمعتوه أكيد، ما أعتقد واحد يقول ما سمعته. مع كل هذا إجينا قلنا إحنا ندري جدول للانسحاب، وصلنا تقريبا أسبوعين، واليوم أمس كان اجتماع وباشر اجتماع مع الفريق الحوار الاستراتيجي العراقي، مع بعض من الفريق الأمريكي، للوصول إلى الصيغة النهائية لهذا الانسحاب. سوف تسمعون قريبا أخبار عن هذا الجدول، وعن أخبار تبين وضوح القوات الأمريكية في العراق. ما أدخل فيها التفاصيل، أعوف للحوار، ولكن هذا مطلب سوف يتحقق قريبا بما يطمئن الجميع، الجميع مشاركة به.
والجميع متفقين عليه، كيف نصل إلى الجدولة؟ أرجع أقول العراق في أمس الحاجة إلى أن تكون كلمتنا واحدة، كليتكم الشعب العراقي، المرجعية الرشيدة، الكتل السياسية، الفعاليات الشعبية تطلب مني محاربة الفساد والفساد، الفساد والفساد. يابا بدينا بحملة الفساد، سوينا فريق عمل مختص ليش؟ حتى نتجاوز كل البيروقراطية والفساد داخل التحقيق، واعتقلنا مجموعة ناس وفق مذكرات قانونية، وفق مذكرات قانونية اعتقلناهم، وهم قبت العيطة إنه اعتقلتوا ناس خارج إطار حقوق الإنسان. أنا أسأل سؤال، اللي بوغله مسدس واللي بوغله من الدارة مالته ألف دينار أو ألف دولار ينحبس بالسجن، تحكم عليه المحاكم، ما حد يطالب حقه لأن هذا ابن المسكين، بس الحيتان الكبار كلها صارت حقوق الإنسان. وأنا أقولكم بكل صراحة، البعض يضغط لإطلاق صراحة للحيتان، أكو ضغوط هائلة عليه، أطلقوا صراحة المساكين. يابا منتو تطالبون، والمرجعية رشيد طالبت، والشعب طلع بتشرين طالب محاربة الفساد. لا أخوان، مو هاي قضية بها حقوق إنسان، والبعض يوصل معلومات لمنظمات حقوق الإنسان اللي يتعرضون لتعذيب، تكسير عظام، تعليق مثل زمن صدام. يا بس سؤال أخوان، من عنده دليل على التعذيب خلي يجيب عليه. هذا تقرير وزارة الصحة، شوفوا أخوان، يومية لجنة تذهب مرتين الصبح والعصر تفحصهم واحد واحد، ذاك اليوم واحد ما بقى واحد ما اشتكى عليه، اعتقلنا وكل أدلة موجودة عليه. أهله شافوه قالوا والله مرتاح وزين. وهي ثاني يوم أخوه طلع إشاعة، راح شفت الأخوية رجله مكسورة، جرباح شفته طاقين صورة، راح دزيت اللجنة قام لا مكسورة ولا بيشي. هذا تقرير، هذا تقرير ثاني يومي، عندي تقريرين يجيني وبحضور الادعاء العام. أنا واحد من ضحايا صدام حسين اللي تعرضت للظلم، لن أقبل لنفسي ولأي موظف عراقي أن يظلم أخوه، وذول الناس متهمين لحد هذه اللحظة. الاتهام ليس جريمة، الجريمة ما بعد الاتهام. أقول يا أخوان خلنا نتعاون، وإحنا ما عندنا شيء تجاه ذول الناس، وقلت لهم اللحظة الأولى، ذول الناس أكو اعتداء على المال الدولة، اللي أخذ مال بغير وجه حق خلي رجع للدولة ويطلع يروح الله وياه، مثل ما صارت كثير من دول العالم، المال مقابل العفو. يرجعوا فلوسكم يا أخوان، رجعوا الفلوس، وأرقامها ترى مو عبالكم 100,000 دولار و50,000 دولار، أموال بعضها قد تصل للمليارات، للمليارات. مع كل هذا أحترم المطالب اللي تركز على مبدأ حقوق الإنسان فيما يخص المعتقلين بقضايا فساد أو الجرائم الخاصة. البعض يدعي أن اللجنة تتصل برجال الأعمال تقول ياب عليك إلقاء قبض، تعال نستها قدامكم وأنتم الوسطاء، وأسبوع الأخير جاءني هنا موجود عن طريقكم، أي شخص متعرض إلى ابتزاز من قبل اللجنة عن طريقكم خليه يقدم الأسماء ومن متصل به وشوفوا النتيجة. أما الدعاءات كاذبة ما زلها بيد السلطان حرام. ذول ولدكم أهلنا محققين بالدولة العراقية، يجب أن تكون عندنا ثقة بهم، بس أنا ضاج من فلان وجاءت تهمة بالباطل حرام. أقولها بكل صراحة، لن نقبل بالطبقية بين حرامي وحرامي أو متهم ومتهم، طبقية ماكو، سواسية اللي بكون على الإمام الحسين وعلى الإمام علي وعلى آخرين خلي يتذكرون سواسية. الفساد فساد، أتمنى كل من عنده من رجال الأعمال مستثمرين طمنهم اشتغلوا، وأنا الحامي لكم قلت لهم في اجتماع وسمو، أقولها مرة ثانية، لن يتعرض لأي مستثمر للابتزاز، وأي مستثمر متعرض للابتزاز من قبل لجنة تليفوني موجود مكتبي موجود وأنتم الوسطاء بدون استثناء كلكم، كل واحد يعتبر نفسه وسيط، أي واحد عنده شكوى خلي يدق الباب عليكم
الأسبوع القادم أنا نفس الوجوه تشوفوني قاعد وياكم، أي واحد يطلب بس هالمجال جيبوا عن طريقكم. وإحنا قلنا بكل صراحة هذه الأشخاص اللي في تجاوز على المال العام رجعوا الفلوس وتفكر عيش حياة طبيعية، ما يكون صار ما يخطأ، خلينا نعطي فرصة لحياتهم، بس هذا مال مال الدولة. الآن حديث من شخصيات مهمة بدها تصل بي تقول لي أخوي أكو تجاوز على حقوق الإنسان، أنا أحد النشطاء بقضايا حقوق الإنسان وأعرف شنو قضايا حقوق الإنسان، فما حد ينطيني درس بقضايا حقوق الإنسان، مشتغل ويا أمنستي متطوع، مشتغل ويا منظمات مهمة، ومشهود لي بجمع شهادات ضحايا النظام البائد، فما أظلم أحد. أقصى ما تقوم به الضحية هي تقليد الجلاد، ولن أقبل لنفسي أن أكون جلاد، أقبل لنفسي أن أكون خادم للناس فقط، لا يهمني قصير ولا يهمني سيارة ولا يهمني فلوس، يهمني رضاكم رضا الناس، تسوى الدنيا كل عندي، الدنيا محطة. فلهذا أقول موضوع الفساد هذا أقوله بكل صراحة، وقد تثبت التحقيقات عن ناس أبرياء، راح أقول بكل صراحة نحن مستعدين لمساعدتهم. الموضوع الآخر قبل ما كلامي النازحين، متأكد كلكم سامعين مع محنة النازحين، كلكم من زمن الحكومات الماضية منذ 10 سنين حتى ساعة أن مشكلة بالعراق نازحين، عيب عراق يكون المخيمات، وكل حكومات السابقة لم تنجح بحل هذه الإشكالية، وناس دولة عراقيين والعايش في المخيمات تعرف شو معنى ظروف المخيمات. المخيمات بيئة غير صحية لأي إنسان. طيب المناهج حكومي قررنا إغلاق ملف النازحين، إغلاق المخيمات، كل حكومات السابقة عزت، وكل الكتل السياسية تطالبني بإغلاق ملف النازحين، والمنظمات الدولية بلشنا به. سمعت قبل يومين ثلاثة، أكيد سمعتوا أنه تم إرجاع النازحين بالقوة وبطريقة تعسفية، والله افتهمنا، رجعهم رجعوهم تعسفين، بقيناهم بقوهم. هاي واحدة من الأكاذيب، النازحين إخوانكم إخواني بغض النظر عن انتماء الثقافي القومي الديني المذهبي، بس بالنسبة البشر يحتاج بالعراق عايش، حتى اليوم قاعد على الكرسي ظروفه غير ظروفه، قد تكون ظروفك في لحظة معنا في ظروفها، خلنا ننتظر العراقيين فرصة. جعلنا النازحين وشكلنا فريق عمل، وأقول بكل صراحة نجحنا بإغلاق 45 مخيم وإعادة أكثر من 70 عائلة عادت إلى ديارها. الآن ضجة كبيرة، رجعتوهم، حياتهم في خطر، بعضهم دول دواعش بعضهم مو دواعش، نعمل على إعادة النازحين، وأرجو أن نضيف قضية النازحين إلى مجموعة سجل الأكاذيب التي تفترون بها الحكومة، أن الحكومة ترجع النازحين قسرياً. أرجع مرة ثانية أقول أنتم هم وسطاء، إذا واحد مرجعي بالقوة وبالتهديد هم خليج عن طريقكم، رجع المخيم هم يتدلل، بس الافتراء غير مقبول غير مقبول. مرة ثانية تبنياتي للجميع أن نتعامل بحسن نية باتجاه كل شيء، خلي الفكرة بالانتخابات نزيهة عادلة، لا نذهب بصراعات جانبية، العراق لا يتحمل الصراعات الجانبية، عندنا دماء خسرناها كثيرة، يجب الحافظ على دماء أبنائنا. وأقولكم بكل صراحة اللي عرفني زين، أنا ما عندي أي مصالح سياسية أو مصالح حزبية، أنا للكل اللي يقبلني طبعا، والمي يقبلني ما أقول لأعطيك فرصة حتى تقبلني بالمستقبل، ما عندي مصلحة سياسية، وأنه هذا اللغط حول تأجيل انتخابات متقصد رئيس وزراء أو لغرض السيطرة هذا ما موجود. أرجع أقول الانتخابات هي الفيصل في العراق لعبور هذه المرحلة الصعبة، جئنا لمنح الأمل لشعبنا، العراق يستحق الأمل، هاي خلي نركز عليه أخوان، الحياة
مفترق طريق، يجب أن نصنع الأمل في العراق، ويجب أن نكون موحدين ونعمل سوية على بناء المشروع الوطني العراقي. غير العراق ما عندنا، المشروع الوطني هو اللي يبنينا، المشروع الوطني هو اللي يجمعنا. اللغط أكيد قاعد يسمون من أطراف، دعوات للطائفية، دعوات للتناحر القومي، ما تفيدنا. العراق الوحيد اللي يحمينا كليتنا. أشكركم جزيل الشكر، تبنياتكم التوفيق، ومستعد أقبل كم سؤال حتى أكون بخدمتكم. السلام عليكم دولة الرئيس. سجاد الموسوي من العراقية الإخبارية، شبكة الإعلام العراقي. طبعاً أثرت حضرتك الكثير من التساؤلات والاستفهامات وهي جداً مهمة، لكن السؤال الأبرز اللي أطرحه على حضرتك: متى يتلمس العراق والشعب العراقي نتائج مذكرات التفاهم، الاتفاقات مع الدول الأجنبية والإقليمية والعربية، لا سيما أيضاً الاتفاقية الصينية؟ شكراً جزيلاً. بكل تأكيد هذا يعتمد على إنجازنا على أرض الواقع. العراق محظوظ بعلاقات دولية جيدة جداً، كل دول العالم تريد تساعد العراق. الاتفاقيات اللي أو مذكرات التفاهم اللي وقعناها مع كثير من الدول تعتمد على قرار الموازنة عام 2021. مع وجود هذه الموازنة ستكون هناك فرصة لتنفيذ كثير من هذه المذكرات التي بها جميعاً خدمة للشعب العراقي، كلها بها خدمة للشعب العراقي، في التعليم، في الصحة، في الصناعة، في الزراعة، وفي الطاقة. بكل تأكيد تعتمد على أدائنا كعراقيين، ننذب الصوش على آخرين دائماً. يمن يهرب المسؤولية يدفع على آخرين، لا بالعكس. النتائج عندما نقر موازنة 2021 وتقوم الحكومة بواجبها والتزاماتها تجاه الشراكة مع هذه الدول. شكراً. تحية طيبة سيادة الرئيس. محمد سعد، قناة الشرقية نيوز. رغم التكرار الكثير على الانتخابات المبكرة، إلا أن هناك بعض الجهات يعني تشكك بإجراءها في وقتها المتفق عليه ما بين الرئاسات الثلاث. شكرا. بكل تأكيد أنا قلت الحكومة سوف توفي بكل التزاماتها لتحقيق انتخابات بوقتها المحدد. قدمنا دعم للمفوضية، نشكر مجلس النواب الموقر على قرار القانون. الآن التحديات مالية، نعم على تدليلها. أتمنى من الإخوان في البرلمان تدليل عقبات أمام المفوضية في قصة التمويل. أي يوم نتعطل به من الآن سوف يخل الانتخابات فترة. أتمنى ميصة التعطيل بحسم موازنة المفوضية، لأن عمليات بدت بعد تقرير بعد إقرار قانون الانتخابات. المفوضية غرفة العمليات بدت تتحرك وقاعد تتحرك. مع كل هذا، بعدم وجود إمكانيات مالية عند المفوضية، بتعاون بين المفوضية والحكومة قمنا بإجراءات كبيرة جدا في الانتخابات. كما ذكرت بالنسبة لنا كحكومة ملتزمين بالوقت اللي حددناه. سؤال أخير. السلام عليكم. قاسم السعدي من الأسوشيت بريس. دولة الرئيس، فيما يخص الانسحاب الأمريكي، يوم أمس تم الإعلان في وسائل الإعلام الأمريكية أنه الولايات المتحدة سوف تقوم بالانسحاب من بعض قواتها من العراق، هل هذا نتيجة صراع الجمهوري الديمقراطي أم هو اتفاق كان بينكم وبين الولايات المتحدة قبل أيام؟ وهل هو الوقت مناسب الآن لانسحاب بعض القطاعات الأمريكية؟ خلكم واضحين، نحن لا نتأثر من يحكم بالولايات المتحدة الأمريكية، كان حزب الجمهور أو الديمقراطي. نحن نتعامل مع مؤسسات دولة مع دولة. لا يهمنا من يصل البيت الأبيض، ولكن يهمنا ما اتفقنا عليه عن طريق اتفاقيات وتعهدات. نحن ملتزمين بما يريد العراقيين في إعادة جدولة هذه القوات وعدم حاجتنا لقوات قتالية أمريكية، وكذلك التعاون في مجالات أخرى. أعتقد أرجع أركز ما أعلن عن البعض في وسائل الإعلام يوم أمس واليوم، ما أخفيكم سر، إحنا مفاوضاتنا مستمرة يومية لتدليل كل عقبات أمام الوصول إلى اتفاق نهائي، وقد تسمعون أخبار قريبة جدا إن شاء الله. شكرا جزيلا، تمنياتكم بالتوفيق. أحب أذكركم بقضية واحدة. اليوم ثلاثة القادم كلكم تعالوا، وأي واحد متعرض لابتزاز من لجنة التحقيق في قضايا الفساد خرج عليكم، بس بدليل، مو حكي عام والله قال لي فلان حكي فلان حكي ابو فلان، لا بالدليل مع رقم التليفون. اقول للمستثمرين
هذا بلدكم اشتغلوا به، ولا يوجد تهديد أو ابتزاز ضد أي أحد. نحمد جميع وشكرا جزيلا.